تتواصل الجهود المصرية المبذولة في مدينة العريش ومعبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية المختلفة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه 1599 كرتونة مواد غذائية من نظيره المصري، كما يواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الدولية لإرسالها إلى قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين من هنا من مدينة العريش، حيث لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. تعلمون أن مصر لم تتوانى لحظة عن تقديم كل أنواع وأشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين، لكن مع بداية شهر رمضان تتضاعف هذه الجهود بأشكال عدة. يعني نتحدث بداية عن تجهيز المطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد الذي أقامته جمعية الهلال الأحمر المصري. اليوم قام هذا المطبخ بإرسال 10,000 وجبة فطار، بالإضافة إلى 7,000 وجبة سحور، وأيضا 25,000 رغيف خبز. اتجهوا بالفعل للأشقاء في قطاع غزة في أول يوم لشهر رمضان المبارك، هذا بالإضافة إلى المجهود الإنساني الذي يقدم والدعم الإنساني والنفسي الذي يقدم في مخيمات اللاجئين والنازحين والخيم أيضا والمعسكرات التي أقامتها مصر داخل قطاع غزة في من خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري. بالإضافة إلى أن أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أعلن عن توزيع ما يقرب من 1600 كرتونة مواد غذائية بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، وهذا يأتي بالإضافة إلى الوجبات السحور والإفطار التي تم توزيعها اليوم، بالإضافة أيضا إلى الجهود المستمرة في مدينة العريش فيما يتعلق بأول يوم لشهر رمضان المبارك بتوزيع الوجبات الغذائية على الأشقاء الفلسطينيين المقيمين سواء في عمارات السبيل التي خصصت للمرافقين والعالقين، وأيضا في أماكن الإقامات الأخرى، وأيضا أماكن الاستشفاء تم توزيع عدد من هذه الوجبات، بالإضافة إلى استمرار مطار العريش في استقبال العديد أيضا من طائرات المساعدات. اليوم استقبل طائرة بلجيكية على متنها 51 طن من المستلزمات الطبية قادمة من منظمة اليونيسيف، وأيضا طائرة إماراتية بها عدد من المستلزمات الطبية التي ستذهب إلى المستشفى العائم في ميناء العريش أو حتى المستشفى الميداني في داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة الخاصة بمدينة العريش ومعبر رفح اليوم. عودة إليكم مرة أخرى.